تعال نتبل الفراخ ونسيبها شويه في التتبيله. فلفل اسود، ملح، دي تتبيله الفراخ اللي تشيكن سويت اند ساور لو هتتعمل بفكره الاجنحه او بمكعبات صدور الفراخ، نفس التتبيله، ملح وفلفل ومكعب مرقه. ده مش طريقتي، دي هي الستاندر بتاعها كده، حط لها مكعب المرقه كده اهوت، وبتتقلب كويس جدا مع كمان نشا ودقيق. نشا ودقيق، ادي حبه الدقيق عليهم حبه نشا، تقوم على جنب كده اهم، تمام، وبنقلب كويس جدا كده اهو، كده اهو. اعلي الزيت، هحمر الاجنحه دي تطلع على مناديل. انت عايز تطلع فاصل انا عارف، بس لحظه واحده هحمرها الاول تطلع على مناديل، تتصفى خالص، تبقى على نظيفه كاني هاكلها خلاص. وبعد كده اجيب طاسه نظيفه او حله نظيفه وابدا اعمل لها صوص خضار حلو. هنجيب ونفضي كويس الفراخ بالشكل ده كده اهو، من النشا او من الدقيق اللي حاطينه كده. حاضر عينيا الاثنين، سيبها تكمل تسويتها، وادي اللي طلعت عندي واحده بس اهي، شايفها حماده؟ اطلعها بس كده عشان ما اخليهاش تستوى بتسويات الحاجات اللي تانيه. ده بيتحمر سنه زيت بسيطه، هتعمل لها صوص حلو، اعمل لها صوص حلو بس مش محروق قوي بقى، فص توم كده بسيط نايف نايف كده على طول. وحضر عندي بصلاية مع الفلفل الرومي، كنت هحط معاها مشروم بس لغيته، قلت احطه احسن مع الفراخ. وادي عندي كله نايف نايف فلفل الوان، ويتقلبوا مع بعضيهم. طبعا فص التوم لما نزل ريحته عاليه قوي، خلاني دمعت يعني كده. قلب مع بعضيهم، خدهم سوتيه شويه، مش المفروض ان يتلسعوا مني قوي، او مش المفروض ان هم يخشوا معايا في مرحله التسويه قوي، عايزهم يكونوا مقرمشين وانا بطبخهم او انا باكلهم يعني اهو. وسيبهم شويه، ونديهم عندنا فلفل اسود او ابيض، وكمان سنه ملح بسيطه كده اهو، وريحتهم عاليه قوي. بسيط، ما فيهاش، ده خضار عادي يعني، كانه عامل بتاع الشاورما يعني، حاجه في منتهى البساطه. نقفل الصوص ده كده اهو، نلم كل حاجه ما تخلوش محروق. بوسع لنفسي شويه، كل حاجه تبقى مستويه وتمام تمام. بص بدا، حاضر حالا. بص الصوص عامل ازاي، هبدا انزل عندي بحبه عصير برتقال فريش او اناناس. خلصان الصوص ده، خلصان. شايف الصوص عامل ازاي، اشيله من على النار بقى. ليه بقى؟ عشان ما يقعدش يقصر مني، سيبه شويه لحد ما الفراخ تتحمر وتبقى تمام التمام اهو. شايف الفراخ بدات تبقى عامله ازاي، شايف؟ سيبها خالص تاخد وقتها تبقى كريسبي، كيلو محترم يعمل ما شاء الله كذا طبق. طيب انا بحمر، مش عايز اعيد تسويه تاني يعني، لما بحمر الفراخ مش عايز احس ان فيها سنه مش عارفه ايه واللي بالي بالك. طبعا كنا عارفين ان اي فراخ فيها عظم بيبقى ساعات الواحد مش ساعات، على طول بيبقى قلقانين. فلا، انا اكمل تسويتي كلها، لما اطلع الاقي نفسي ان انا خلاص حمرت وتمام تمام، هقفل الصوص على طول. بس لما اخلص نطلع على المنديل زي ما اتفقنا. انا ما اعتقد خلصانه، هبدا اصفي اهو كده اهو، واطلع على مناديل كالعاده كاني هاكلها لوحدها من غير حاجه. كان تشيكن سويت اند ساور خلصانه، تعالى بالمره نغرفها اهي على الطبق بالشكل ده كده اهو، بسيط اهو. متشكرين، خلينا بس ايه نلم الجوانب.